بنرجع لها أكيد. سبع سنوات وتزيد، ثورة الحرية والكرامة في قلوب السوريين المعارضين للأسد، هو الوداع الأخير للصحفي والناشط الإعلامي باسل عز الدين لمسقط رأسه ومهد الثورة في حمص مدينة الرستن التي لطالما كانت عصية على الأسد وحلفائه. تنقل باسل في محطات ومنصات إعلامية عدة، أوصل من خلالها الثورة التي اندلعت في المنطقة ليكون منبره الأخير وكالة قاسيون التي يدير مكتبها في حمص. هاي ساحة الحرية، الساحة اللي بلشت فيها أهالي مدينة الرستن 2011 مظاهرات، هي الساحة المعروفة. كانت كثير من قنوات تنقل طبعا مباشرة على اللي صار بمدينة الرستن 2011. في زيارة هي الأخيرة ربما لقبر أخيه الشهيد عاصم الذي سقط بنيران النظام السوري عام 2012، تنهمر دموع باسل. قد تمر الأيام والسنون على فراقهم دون عودة بعدما أرغم على ترك أرضه. هو ملك للناس الموجودة بهالمدينة. يتفقد باسل الأحياء المدمرة، يتجول في مدينة باتت أحياؤها مسكنا للأشباح، يلامس جدرانا لطالما سمعت وصدحت بالحرية، يتأمل ساحات الثورة وأبنيتها ومنصاتها، أطلال يعجز عن وصفها زهير وعنترة. هذا اللي ثم عندهم بمدينة الرستان السوق الشعبي أو الكراج. الكراج هو عبارة عن محلات كانت تجارية، خضرة، كل شيء بخطر على بال الإنسان مدينة الرستان كان يحاول يشتري يجي على الشارع. أهم شارع اقتصادي في الرستان. يودع باسل من بقي على قيد الحياة من رفاق الثورة الذين جمعتهم حمص وشردهم الأسد والروس، إلا أن الرستن ستبقى، وتبقى معها صرخات الحرية والقصف والغارات الجوية ترويها لكل طفل يولد وتنادي يسقط الأسد، فالثورة فكر لا جسد.